خد ام روفان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام لميا؟ الحمد لله بخير، كل سنه وحضرتك طيبه والف خير يا رب، والسخنه وحضرتك سليمه بألف بقى، خير يا رب. رمضان كريم عليكم يا رب. الله اكرم، اتفضلي إيه لو سمحت، كنت عايزه اسال على صله الرحم. اتفضلي. دلوقتي حضراتكم بتقولوا صله الرحم ما ينفعش تخاصم اخوك او اختك اكتر من 3 ايام. طيب انا عندي اخت كابوس في حياتي، مالها؟ كابوس في حياتي حضرتك. ليه بس يا ساتر يا رب؟ يعني حضرتك يعني كل ما بعيدها عن جوزي ترجع تكلمه وتعمل حوارات معي، وعينيها من جوزي، تدخل بيتي تسرقني وتاخد حاجتي. دي أختك؟ اختي حضرتك، للاسف اختي. دلوقتي بتتكلموا على صلة الرحم وتقولوا حرام حد يهجر اخته وما يتكلمهاش اكتر من 3 ايام، ما ينفعش. طب انا دلوقتي ما ينفعش اكلمها خالص، انا ما ينفعش طب اكلمها. انتي اكتشفتي الكلام ده ازاي؟ انا عارفاه بقالي كتير وقلت له ما تكلمهاش، ويرجع يكلمها وهي تكلمه، ويرجع يقولي لا انا ما بقتش بنكلمها، ولا هي ما تشرفنيش، هي ما اعرفش ايه، هي مش كويسه. اي بص حضرتك، بالرغم ان هي اختي، لكن هي مش كويسه بكل ما تتخيلي، بكل ما تتخيلي هي مش كويسه. هي يعني دي اختك الصغيرة ولا اختك لا الكبيرة؟ حضرتك، لا اكبر مني، اكبر اكبر مني. منك؟ هي اكبر هي مني، متجوزة؟ متجوزة ومعاها 3 أولاد، وبس هي يعني بس هي اتطلقت دلوقتي، وعينيها من جوزي حضرتك. تيجي بيتنا عينيها من جوزي، أنا دلوقتي منعتها تدخل بيتي، لا هي ولا عيلها، عشان هما مش كويسين، مش كويسين، مش كويسين. ولادها كمان؟ وكمان بناتها مش كويسين، يعني بما تتخيليه مش كويسين. وانا مش عارفه انا نعمل ايه. انا لحد امبارح لقيته بكلمها على الواتساب ولحد الفجر، وبالرغم ان انا قلت له ما تكلمهاش تاني، ما تدخلش بيتي تاني، قال طب لي انتي احسن. واجهتيها؟ انا كلمتها كتير تقولي ما بنكلموش، بس انا بنشوف الرسائل على التليفون حضرتك. طب ما قلتلهاش ليه؟ يعني انا شايفة رسايلك مع التليفون. ما هي مش قادرة، مش عايزة اقول لفظ مش كويس، هي قادرة بكل الطرق بكل الكلام حضرتك. مش عارفة اعمل معاها ايه، مش عارفة. انا تعبانة نفسيا، تعبانة نفسيا بجد، منه ومنها هما الاثنين. وحكاية ان انا نتطلق، انا مش هينفع نتطلق، انا معايا بنتين، مش هينفع نتطلق. فهي مستفادة في حالي، تيجي بيتي تسرقني، تسرق فلوس، تسرق هدوم، هدوم والدك يعني ووالدتك موجودين طيب؟ ضايع، مقطعها لتصرفاتها، ومامتي مقطعها لتصرفاتها، مش كويسة. بقول لك حضرتك مش كويسة، هما مقطعينها، وبابايا غضبان عليها، مش بس عايزة هي اقولها ما عايشة تدخليهاش حياتها. بيتك، ما انا ما بدخلهاش بيتي، ما انا منعتها تدخلهاش، هي وعيالها تدخل ما بيتي، تدخلهاش. لا خالص، ما بدخلهاش حضرتك. ولكن على طول معاها على تليفون. التليفون، معاها على طول على التليفون، بروح لها بجيب لها حكيت. انا كنت الاول بقول معلش هم يعني هي مطلقه، ولكن اقول ايه، عيالها كانهم ايتام ما معهمش فلوس، حالهم على قدهم. ولكن اكتشفت في الاخر خالص ان هي لا، هي معاها فلوس وبتشتغل ومعاها حساب في البنك، بس دايما بتدعي ان هي ما معهاش فلوس. كنت انا انا اللي كنت بنقوله بدلها ملكيش اخوات حاجات. رجالة؟ انا عندي واحد بس كانه مش موجود، يعني كانه مش موجود مالوش دعوة بحاجة. اما خالص خالص حضرتك. انا مش عارفه نعمل ايه، يعني حتى جوزي انا لما بنيجي نواجهه يقول لا انا ما بنكلمهاش، لا انا اصلا ما يشرفنيش، ما اعرفش ايه، ويهرب مش من انتي الموضوع. بتشوفي الرسائل؟ ما تقوليله ان انتي بتشوفي الرسائل. شفت حضرتك، وانا لما بنواجهه بحاجه زي كده مثلا بيقاوح اولا، ثانيا بيقلب عليا قلبه ما في بعدها قلبه، بيبهدلني بيبهدلني، بيفضل يتلكك على الهوا اللي بيتنفسه حضرتك، وانا تعبانه نفسيا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، تابعينا حضرتك، اهو اصعب من اللي قبلها. ده يا رب صبرنا فعلا، يا رب صبرنا على آه. شياطين الانس. يعني لما القريب يكون مصدر التعب النفسي لاقرب الناس اليه، والايه يبقى الاخت فين؟ بقى ولا فين الاخ؟ الاخلاق بقى؟ فين الاخلاق؟ مش عارف. لما اختها هي مصدر القلق اللي بيحصل لها في حياتها، واختها الكبيره، يعني المفروض انها لما تتعب الكبيره تجري عليها. بس واضح ان ايه، يعني لدغتها صعبه، يعني تعبان تعبان. احنا كده احنا صم يعني احنا ما احنا فطرنا. احنا مش كنا مسجلين؟ كان احسن التسجيل، احسن من الهوا والتعب اللي احنا شايفينه ده بصراحه فعلا. ايه ده؟
يا الناس ايه اللي حصل للناس؟ اه والله ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من الموبقات السبع الموبقه اللي هي تدخل صاحبها جهنم. قال وان يزني الرجل بحليله جاره. الله، طب ما هو الزنا كله حرام وفاحشه ومصيبه كبيره وبيدخل جهنم الا ان يتوب العبد. بس الجار ليه مكانه. ذكر نص على الجار. طب ما بالك الاخت بقى؟ اكتر. ما بالك الاخت اللي عماله بتفسد في حياه بيت اختها. والتاني هي كده هي سايب نفسها. ما تجوزلوش، محرم عليه، مش كده؟ هو تحريم مؤقت. يعني اقصد دلوقتي طول ما هي اختها على ذمته. بالظبط، تحريم انت. ولكن شوف وزوجها التاني بيتابع بيعينها على هذا. وطبعا صاحبتنا ديت هتتعب نفسيا طبعا. يعني هي الوقت يعني مش عارفه تعمل ايه، يعني هيسببه في جنانها. واب مقطع بنته والام مقطع، فمفيش حد يوقف لها. ايه ده يا جماعه؟ يا فين الصلاه والصيام والعباده بتاعه الناس؟ هو رمضان ده عشان ايه؟ سبحان الله، احنا مفيش حتى الصيام والصلاه ما بيأثرش فينا، حتى وجود ربنا. طب بلاش تصلي. اختك دي ما بتعرفش ان في رب بيحاسب والناس هتقف قدامه؟ الناس مش عارفه كده. هي الناس ملهيه. ايه ده يا جماعه؟ لا، يعني استعيني بالله ان ربنا يكفيكي شر اختك.